وعلى صعيد آخر، حضر الكاردينال شامبورن رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالنمسا الاحتفال بنهضة القديسة العذراء مريم بكنيسة عذراء الزيتون بفيينا، وذلك يوم الأحد الموافق 18 من أغسطس الجاري، بحضور وصلات نيافة الحبر الجليل الأنبا جابريل أسقف النمسا والقطاع السويسري المتحدث بالألمانية. نتابع. كعادته السنوية، شارك رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالنمسا الكاردينال كريستوف شامبورن وبدعوة من نيافة الحبر الجليل الأنبا جابريل أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالنمسا احتفالات الكنيسة القبطية بنهضة القديسة العذراء مريم والدة الإله. ففي مساء الأحد 18 من شهر أغسطس استقبل نيافة الأنبا جابريل والأباء الكهنة الإبراشية والشمامسة والشعب الكاردينال كريستوف شامبورن بكل الحب والفرح. وقد ألقى نيافة الحبر الجليل الأنبا جابريل كلمة رحب بها بالكاردينال كريستوف شامبورن وأشاد بعلاقته القوية ومحبته للكنيسة القبطية. ثم تحدث الكاردينال شامبورن عن قوة الكنيسة القبطية ومحبة الشعب القبطي للقديسة العذراء مريم وأشاد بحرارة وقوة وصلابة إيمانهم وصلاتهم، وتحدث عن عظمة إيمان أهالي شهداء مصر بليبيا الذين كان قد رآهم وزارهم بنفسه عندما زار مصر. قد حرص الكثير من الحاضرين بالترحيب بالكاردينال وبالتقاط الصور التذكارية معه. من العاصمة النمساوية فيينا، ميشيل ديميان، سي تي في.